ما الذي أصبحت تمثله الدرونز أو المسيرات أو الطائرات من دون طيار في دنيا الحروب؟ الطائرات بدون طيار بدون شك أنها بتحقق واحد من أهم مبادئ الحرب، وهو الاقتصاد في القوة. وخاصة الروسية الأوكرانية اتسمت هذه الحرب بطول المدة، داخلين على سنة، وبالتالي التكلفة كبيرة جدا على كلا الجانبين. وكان الحل المثالي هو استخدام الطائرات بدون طيار، خاصة أن بتتميز هذه الطائرات أنها بتحمل شحنات متفجرة أو صواريخ أو قنابل، وهذا النوع من الطائرات بيطلق عليه أو بيستخدم في الاستطلاع المسلح. والاستطلاع عندما يجد هدف يتم ضربه فورا، ودي الحقيقة بتخلي دقة الضرب والضرب في حينه الحقيقة بيكون لصالح القوات المسلحة اللي بتمتلك هذا النوع من الطائرات. البيئة التكنولوجية اللي موجودة بيئة عالية جدا في أوكرانيا، لأن احنا شايفين ان في دعم عالي تكنولوجي من دول حلف شمال الأطلنطي بالكامل. لكن وبالتالي قبل هذا الدخول إلى هذه حل الحرب، مثالي. هل كان متصور أن يكون للدرون هذا الدور، ولا زي ما حضرتك أشرت مع استمرار الحرب لمدى قد يكون أطول من المتوقع كان بالضرورة لزاما على الفريقين أن يفتشا عن أسلحة غير نمطية ربما؟ ده أحد الأسباب الرئيسية طبعا طول زمن الحرب. النقطة المهمة الثانية هي بدأت من أوكرانيا، وهي سابقة لم تكن موجودة من قبل، أن استخدموا الأوكران الطائرات بدون طيار التجارية. هي طائرات بتستخدم في تصوير احتفالات، تصوير مباريات، بتستخدم وسط هواء، وكان لعجز إمكانات الاستطلاع في البداية تم استخدام هذه الطائرات في الاستطلاع، وتم أيضا تجهيز بعض منها بعبوات متفجرة لاستخدامها في الضرب. فكانت يعني دي سابقا إلى الحقيقة هذه مش الدرجة ست، موجودة اللي هو أن حتى الدرونز التي تستخدم ككاميرات للتصوير أو لبعض الأغراض بالظبط، التجارية يمكن توظيفها حتى لما هو أبعد من ذلك بأعمال عسكرية. دي حقيقة، واستخدمت في أوكرانيا لدرجة أن الشركة الصينية اللي هي مالكة لهذه وبتنتج هذه الأنواع من الطائرات، يعني صرحت أنها ليس لها دخل إطلاقا، هي بتبيع طائرات تجارية، استخدامها بيقع على عاتق اللي اشتراها. يعني طائرات سعرها قليل قوي، طائرة في حدود $1000، وتم إنشاء كتيبة كاملة في أوكرانيا استخدمت في الاستطلاع بشكل كبير جدا، وده اللي خلى فيه خسائر كبيرة جدا في القطع العسكرية البرية، سواء دبابات أو مدرعات، في القوات السوفيتية القوات الروسية من البداية. فكان دي سابقة الحقيقة ما كانتش موجودة قبل كده، وخاصة استخدامها بهذه الكثافة وهذه المهارة، وامتد أيضا الاستخدام إلى التصنيف الآخر والتصنيف العسكري بكل ما فيه من أنواع متعددة، واللي احنا بنشوفها يوميا في الحرب الروسية الأوكرانية.